السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي اليونكس جيمر. الان سوف نقوم باستكشاف لعبة زمن محاربين الاصلية او لين ايج 2. اذا بعد ان قمنا بتحميل الناجح للعبة سوف نقوم الان بالضغط. سوف تظهر معك هذه الايقونة الحمراء، تضغط عليها لبدء اللعب. تضغط عليها مباشرة لنبدأ باستكشاف هذه اللعبة. اذا يتم الان الدخول. اذا حالما تدخل سوف تجد اللعبة بهذا الشكل. نضغط على اجري. بعد ذلك هنا لدينا السيرفرات، لدينا هنا السيرفرات. طبعا هنا السيرفر الذي يوجد فيه، اذا كنت تريد ان تختار بين هذين السيرفرين فان هذا السيرفر نايا هو الذي يوجد فيه اكبر عدد من اللاعبين. ثم لدينا هنا الكلاسيك سيرفر. الكلاسيك سيرفر هي السيرفرات يعني بالشكل القديم الذي يعني اعتدنا عليه. لقد دخلنا، يقول لك مرحبا بك في لين ايج 2. اضغط على كريت لكي نصنع الشخصية. الآن لنذهب لصناعة الشخصية. إذا أعزائي هكذا تبدو لعبة لين ايج 2 أو زمان المحاربين قديما. كلنا نعرف زمان المحاربين اللعبة الرائعة وهي السيرفر البريفت سيرفر الخاص بهذه اللعبة. من منا لم يعش لحظات جميلة في زمان المحاربين؟ لذلك قررنا أن نقوم بشرح هذه اللعبة كزمان المحاربين، يعني كأنك تعيش في زمان المحاربين. إذا كنت تشتاق لزمان المحاربين يمكنك أن تلعب هذه اللعبة الرائعة الجميلة، كأنها زمان المحاربين بحلة جديدة وبحلة عصرية وبشكل أفضل وأجمل من زمان المحاربين التي لعبناها نحن. إذا أنا كانت لي خبرة طويلة ويعني طويلة جدا في هذه اللعبة، لذلك سأعطيكم هذا لمن لم يلعب هذه اللعبة من قبل. سأعطيكم هذا يعني الشروحات، بعض الأشياء التي ستعرفونها عن هذه اللعبة. أول شيء سوف تقارن بين هذه الكلاسات. لدينا هنا البشر، ثم لدينا هنا الألف هو الجن، ثم من الجن الأسود هو الجن المظلم أو الظلام، ثم لدينا هنا الأورك، لدينا هنا الكلاس الأورك، ثم لدينا هنا الدوارف أو الأقزام طبيعة الحال، ثم لدينا الكاميل. الكاميل يتميزون بهذه الأجنحة لكنهم لا يطيرون بها، فقط إنهم يلبسونها هكذا. ثم لدينا الثريا، لا يلبسونها بل هي يعني جزء منهم. إيثريا هو هذا، يعني كل هذه الكلاسات فيهم يمكنك أن تختار بين ذكر أو أنثى، إلا في هذا الكلاس فهو خاص بالإناث، لا يوجد فيه الذكر. حسنا، إذا هناك بعض الأشياء التي يجب أن تفهمها عن هذه اللعبة، أشياء مهمة جدا. أولا تقارن بين كل هذه الكلاسات على مستوى سترينت. سترينت هي القوة وهي سرعة قتلك يعني ضرب قوة ضرباتك، هي سترينت، هذا الصف الأول. ثم الصف الثاني هو السرعة، معدل السرعة الخاص بشخصيتك. ثم وهذا المهم الثالث هو المهم، والكون الكونستيتيوشن هو الاش بي الخاص بك. لا كما ترى في الشرح، فالله أشبه الخاص بك هو معدل الدماء، يعني معدل إذا كنت ستموت بسرعة أو سوف يعني تنجو من الهجوم. لذلك فتقارن بين كل هذه الكلاسات من هذه الأشياء. ثم ثاني شيء يجب أن تعلمه على هذه اللعبة، وهو سوف تلاحظ بأن الكلاسات إذا جئت إلى هنا وأنا تختار الريس أو الشاب مثلا، ثم هنا لدينا الريس. إذا جئت إلى الريس سوف ترى بأن هناك ساحر فقط ثم محارب فقط. سوف تتعجب، ستقول هذه اللعبة سيئة جدا، كيف يكون فيها كلاسان فقط؟
لا يا صديق، يجب أن تفهم شيء مهم جدا في هذه اللعبة. لديها نظام مميز. مثلا اخترت محارب، فسوف تأتي إلى كلاس بات. كلاس بات هنا تظهر معك الكلاسات التي يعني سوف تمر منها. مثلا أنت محارب، هنا تختار. إذا اخترت محارب فلديك ثلاث، سوف تختار يعني في البداية ستكون هيومن فايتر. بعد أن تتقدم بعض الليفلات سوف يعني تجتاز بعض الامتحانات كي تكون، وهذا شيء أحببته جدا في هذه اللعبة. فهي لا تسمح لك بتغيير الكلاس مباشرة، لا، بل أنت يجب عليك أولا أن تخوض امتحان. يعني بعد أن تخوض الامتحان يمكنك أن تكون يعطونك يعني يقومون بترقيتك. لذلك تجتاز امتحان فتصبح هيومن كنايت، أو تصبح واريور، أو تصبح راغو هذا المخادع هذا، أو نينجا. ثم بعد ذلك تتقدم مرة أخرى، ترفع الليفلات. ثم عليك مرة أخرى أن تأخذ امتحان. إما إذا اخترت هيومن كنايت يجب أن تختار مرة أخرى بين بالادين أو دارك أفنجر، واحدا منهما يجب أن تأخذ امتحان من أجل يعني هذا امتحانه الخاص وهذا امتحانه الخاص. ثم أيضا واريور أيضا كذلك. أيضا ثم سوف ترى بأنه يعني شيء آخر، معلومة أخرى، سوف تلاحظ بأن لدينا فقط ثلاثة أوجه. ستقول بأن هذه اللعبة يعني ميتة جدا، كيف يكون فيها ثلاث أوجه فقط؟ يعني شيء سيء، ليس فيها تفاصيل أكثر وغير ذلك. بالطبع هي ناقصة من هذه الناحية، لكن هي أيضا لديها نظام آخر لا تعرف عن هذه اللعبة، وهو أنك عندما تتقدم في الليفل تتطور شخصيتك، تتمكن من شراء بعض الأمور، تسريحات شعر متميزة تقوم بشرائها، ليس بمال حقيقي. ربما هناك الخاصة بمال حقيقي وهناك الخاصة لجميع اللاعبين، لذلك تقوم بشرائها. يعني هذه الأشياء لم تعد مهمة هنا، لأنني كنت أضيف إكسسوارات للشعر، إكسسوارات الملابس، أجنحة وغير ذلك، لكنه لا يطير. هذه اللعبة ليس فيها الطيران. أيضا سوف تقول لي بأن هذه اللعبة ما الذي قد يميزها عن الألعاب الأخرى؟ سوف أخبرك يا صديقي. هذه اللعبة الشيء الجميل الذي أحببته أنا، يعني رأيي أنا الخاص، أنه في هذه اللعبة تقوم فيه الـ PvP بشكل رائع. أولا فيها الـ Open PvP، يعني بمجرد أنك تمشي في الخارج في الغابة تقاتل وحوش، يمكنك أن تقاتل حتى اللاعبين الآخرين، تقتلهم وتهرب وغير ذلك. أيضا شيء مهم جدا ورائع وهو السيطرة على القصور. كل مدينة فيها قصر، كبير جدا. في هذه القصور يتم الحرب عليها ربما مرة في الأسبوع، يكون هناك حرب على القصور. يجب يا إما أن تحاول السيطرة على القصر، أو عندما تسيطر على القصر في الأسبوع الآخر يجب عليك أن تقاتل كي تحافظ على قصرك. ثاني شيء عند ثم أيضا فيها يعني العديد من الأشياء، الكثير من الأشياء. PvP فيها أرينا PvP يعني وغير ذلك. يعني هذه الأمثال بسيطة. إذا هكذا تبدو هذه اللعبة. إذا شرحت لكم يعني بأبسط ما يمكن. ثم سوف نأتي إلى أقوى كلاس. إذا كنت تبحث عن أقوى الكلاس، لديك أولا هذا الأورك. هذا الأورك قوي جدا، هذا هو أخطر اللاعبين. إذا كنت تريد ضد الأورك هو الأقوى. سوف نقوم بوضع الأورك في المرتبة الأولى، يكون الأقوى يعني قوي جدا في ضرباته لكنه ثقيل في السرعة. تريد أن تقوم يعني بقتل وحوش بسرعة، وأن تقوم بالتليفل بشكل سريع أو ترفع مستواك بشكل سريع، فعليك بالدورف. الدورف هذا يقتل يعني يقتل الوحوش بسرعة. إذا هذه يكون أقوى من البشر. إثيريا هذا يكون أقوى من البشر. ثم يأتي البشر بعدها في الترتيب. يأتي البشر بعدها.
الشاط الكامل بعد ذلك، ثم يأتي بعده جن الظلام، ثم لدينا الألف في الترتيب. هذا هو الترتيب، أصلا ليس هناك كلاس ضعيف، بل الكل يعني كل شيء يعتمد على عليك أن طريقة لعبك وأسلوب اللعب لديك. أنا سوف أختار هذا الشاب الجان، سأضع له الوجه. طبعا يمكنك التقريب، يمكنك التدوير، وضع له الشعر، وضع له اسم واضح هكذا، ياسين افيك او. ثم نجحنا في انشاء الشخصية، هذا نلعب فندخل. اذا هذه هي شخصيتي كما ترون. اذا نضغط مباشرة على جيم ستارت، قصة اللعبة هذا. Are you all right? Can you hear me? ماذا؟ لم أفهم شيئا من هذا. To hear the next tutorial, click the link located at the bottom of the window. ما الصوت الرائع الجميل. اسمع. واو. وهذا المسار ايضا. يا ماب، اذا كما نرى هنا يا اصدقائي، فهذه هي خريطة اللعبة. فكما ترون اللعبة فيها خريطة عملاقة جدا، عملاقة جدا وطويلة وكبيرة. وقد تظن ان هذه هي فقط، تظن حقا أن هذه الخريطة هي الوحيدة الموجودة في اللعبة. فإذا كنت تظن هذا فأنت مخطئ جدا، فهناك خريطة أخرى أظن. هذه خريطة المدينة التي أنا فيها الآن، هذا أنا كما ترى هنا، هذه هي خريطة العالم، عالم اللعبة. انظر كم هو عملاق. الرانك هنا لدينا في هذه اللعبة، أيضا يوجد الرانك، وهو الرانك الخاص بك. انظر الى الرانك يعني الرانك الرانك الاول، هذا هو صاحبه. واو، انظر الى الليفل في هذه اللعبة، فيها الليفل 112. واو، شيء رائع. لدينا اذا لنكتشف كل هذه الامور معا. اذا هذه الاشياء، الحركات التي يقوم بها. يعني تضغط على هذا الشخص مثلا حتى يصبح باللون الازرق، ثم تضغط على هذه البارتي انفيت كي يعني يدخل معك في البارتي. انظر، لقد ارسلت اليه طلب انفيت الى البارتي. يعني نفس الاشياء الموجودة في زمن المحاربين، اذا كنت تعرفها. هذا الصوت يعني بانه رفض الدخول معي. هناك الخروج من البارتي في هذه الأيقونة هنا، لطرد أحدهم من البارتي. هنا هذه لا أفهمها بطبيعة الحال. ثم هنا لكي تقوم بتغيير يعني قائد البارتي، تضغط على الشخص الذي تريد أن يكون قائد البارتي، ثم تضغط على هذه الأيقونة. لا، كي تتحدى بارتي اخرى، يعني ليس شخص واحد. مثلا تضغط على هذه الايقونة لكي تجلس، تضغط لنجلس قليلا. يعني هنا تستعمل المهارات كالعادة، تضع المهارات في هذا الشريط. اذا اردت الشريط الاخر ان يكون هنا تضغط على هذا السهم، تريد شريط اخر تضغط على هذا السهم. شيء سهل جدا اذا كنت تريد ان تقوم باخفاء هذا الشريط.
تريد أن تخفي هذا الشريط تضغط على السهم تضغط عليه مرة أخرى تضغط عليه سوف يعود إلى البداية. نعود إلى هنا لكي تقوم بمتاجرة مع صديقك تضغط على هذه الأيقونة. مثلا تضغط على الشخص الذي تريد أن تتاجر معه أو أن تتبادل معه المال أو شيء من هذا القبيل، تضغط عليه هكذا ثم تضغط على تراد، ثم هو سيقوم بالضغط على موافق. بعد ذلك تقومون بتبادل السلع، كي تعطي صديقك سلاح أو تعطيه بعض المال أو شيء من هذا القبيل كي تساعده، لتضغط عليها كي تجمع الموارد التي تسقط من الوحوش. الشيء الوحيد الذي لا يوجد في هذه اللعبة هو أنك لا يمكنك أن تمشي بلوح المفاتيح، بل هكذا يعني تتحرك بواسطة الماوس، يعني ليس شيئا سيئا جدا. فقط أشرح لمن لا يعرف هذه اللعبة وخصائصها. هنا يمكنك أن تقوم بتسجيل الفيديوهات بالضغط على هذه الأيقونة، أنك تصوير الفيديو من داخل اللعبة. هنا هذه الأيقونة لكي تقوم بتحدي صديقك، كيف تقوم بتحديه في مبارزة، هي أن تضغط عليه مثلا هكذا ثم تضغط على هذه الأيقونة يعني المينيو. مثلا إذا أردت أن تخرج من اللعبة تضغط على هذه، تريد أن تذهب إلى مكان اختيار شخصية تضغط على هذه الأيقونة أو ريستارت، ثم أوبشن كي تقوم بخفض إعدادات الجرافيك إذا كنت تعاني من اللاج، يعني اللعبة ثقيلة أو مشاكل في يعني اللعبة لا تمشي بسلاسة معك، فيمكنك خفض هذه الإعدادات، جعلها لو كما فعلت أنا هنا. إذا كنت في البداية تتجه مباشرة إلى صاحب هذه العلامة فوق رأسه، بل هذه الفتاة الصغيرة، ثم تضغط على مهمة، الكويست يعني مهمة، ثم تضغط على هذه الكتابة، بعد ذلك نضغط على هذه الكتابة، بعد ذلك نكتب على نضغط على next. ثم ضغطت على علامة الاسم هنا فضغطت عليه، البوف أعطتني البوف على ما أعتقد، هنا تعطي البوف البوفات هي التي تعينك تعطيك القوة وتعطيك بعض المميزات كي تقاتل الوحوش. هناك أيضا البوفات لم أذكر هذا الأمر، نعم البوفات مهمة جدا لقتل الوحوش بسرعة، إذا ذهبت لتقتل الوحوش بدون أخذ البوفات فستموت بسرعة أو سيكون صعب عليك أن تقتل الوحش، لكن إذا أخذت البوفات فسيسهل عليك الأمر كثيرا، ستقتلهم بسهولة. يمكنك تقريب شخصيتك، يمكنك تدوير الكاميرا، يمكنك إبعاد الكاميرا، يمكنك تقريب. إذن كيف تعرف نفسك أنك أخذت البوفات؟ بطبيعة الحال ستجدهم هنا، هذه هي البوفات كما ترى معي هنا قاتل مباشرة. إذن سأقتل هؤلاء الوحوش، كي تقتله تضغط عليه هكذا ثم حتى قال لك لقد أخذنا، سنجده بالحقيبة، هذه هي الحقيبة واضحة جدا، تنخذنا هذه الأمور. نعم لم أذكر شيء مهم جدا كذلك وهو الصول شوت، هذا الصول شوت مهم جدا، فهو يقوي سلاحك. إذن هنا تضغط عليه مرة واحدة كي تقوم بالمقارنة الهجوم ضرب، انظر أنا أقتلهم بسرعة. كم أحب هذا الصوت. الآن أنا بدون مستوى، بما أنني لم أخذ أي امتحان
هناك دخلت إلى نفذة الشخصية فأظن أنه لا فائدة من قتل هذه الوحوش لاستكمال الشخصية، لأن كما ترى معي هنا أربح صفر خبرة، يعني زيرو خبرة، صفر إكسبيرينس يعني زيرو إكسبيرينس يعني صفر خبرة من قتل تلك الوحوش. أين هو؟ نعم هذا هو الشخص. بضغط على كويست. الآن أعطاني خبرة. الآن وصلت ليفل 10. واو، بمهمة واحدة وصلت ليفل 10، هذا شيء رائع. أقول لك تكمل الأمر. رايت، أضغط على تيليبورت، يعني هذا مكان مهمة أخرى. المهمة التي طلب منا وهي إذا كنت لا تعرف أين توجد هذه المهمة فأنت تفتح الخريطة وتجد بالخريطة هذا الدبوس باللون البرتقالي. إنه يضرب بشكل أوتوماتيكي لأنني قمت بالفعل هذه المهمة. هذا شيء جميل، فهو اوتوماتيكيا يضرب يقتل الوحوش كي لا لنكتشف اسطور اللعبة الخاص باللعبة. هذا هو اسطور اللعبة التي تشتري هذه الامور تشتريها بالمال الحقيقي. إذا إذا قرأت دائما تدخل إلى المهمات، نافذة المهمات، ثم هنا مكتوب monsters to hunt. ماذا يعني هذا؟ يعني الوحوش التي يجب أن تصطادها. ما هي؟ هو الاسم nasty zombie lord. هذان الاسمان هما الذي يجب أن أقتلهما، أن أستمر في قتلهما. إذا هاي نستي زومبي وهاي نستي زومبي لور. إذا سوف أضغط على هذه الأيقونة كي يقوم بقتل. أنا استمتع الآن بي. سوف أوقف أمامك. الآن علينا أن نتجه إلى المهمة التالية. إذا لدينا هنا جهاز التليبورت، يعني جهاز التنقل، هذا هو المكان التنقل. تضغط عليه كذا مرتين ثم تقول له اذهب إلى مدينة غلوديو. إذا نضغط عليه هي المدينة، يعني هذا اللون هكذا، هذا اللون مكتوب هنا ويبن أند أرمور، يعني الأسلحة والأرمور تشتريها من هذا المكان. وهنا لدينا البلاك سميث هو الذي يفر هذا الجروسري شوب، تشتري منه المجوهرات، هي ايضا ترفع من قوتك فلا تنسى هذا الامر. فقط اتبع المهمات سوف يريك كيف تنتقل الى المهمات الاخرى، الى المدن الاخرى. اذا هذه المهمة التالية سأضغط على هذه الميدالية، أرى ماذا ستعطيني. يبدو أن تغيير الشخصية لا يحتاج إلى أن تذهب إلى المدرب في هذه الأمور. لا، أنا سأختار هذا، سأقول له نعم. Congratulations.
You have transferred to a new class. أحب هذه الأغنية. الآن سيكون لدينا جارد آخر خاص بالأسلحة. لم يعد لدينا بدون رتبة. إذا ضغطنا على هذه المهارات التي يجب علينا نقوم بتعلمها، نضغط عليها ثم نقوم بتعلم. قمت بتعلمها، الآن نضغط على هذه قم بتعلم ثم نضغط على سوف تعطينا مهمة. إذا سوف تلاحظ بأنني لم أجتاز أي امتحان بعد يعني ترقيتي إلى المستوى الأول. سكرت ماتريالز نضغط. تدري هذا الشخص مرة أخرى. والكثير من الضغط. أنا أضغط على التليفون. قد طلب مني الآن أن أضغط على 30. أول شيء سوف نتجه لنفذة المهارات. سوف نتأكد إذا كانت لدينا مهارة جديدة. إذا قمنا بإنهاء 30، الآن علينا أن نتحدث إلى هذا الشخص. أخذنا منهم مهمة أخرى مباشرة. قمت باجتيازها. إذن هذه هي الخبرة، خبرتك في اللعبة. إذن الآن المطلوب مني هو قتل 15 من هؤلاء. ويتجهنا مرة أخرى للمهمة، فيجب علينا أن نقوم بقتل سبارتو سولجر. ليس هؤلاء، بل هؤلاء الموجودون هنا. هنا نفيدة الأصدقاء. إذا كنت تريد أن تضيف صديق إلى اللائحة فتضغط عليه مثلا هكذا، مثلا هذا صديقك، ثم تضغط على إنفيت. أقوى منك بكثير، لكن في البداية فقط. بعد ذلك سيكون عليك أخذ البوشات إلى أماكن أخرى على ما أعتقد. لقد وصلنا إلى ترانسفير رقم الثاني. إذن أول شيء ما سوف نقوم به في السيرفر كلاسيك سيرفر، سوف أختار هذا نورمال ثم سوف أضغط أوكي. إذن بعد أن ندخل إلى الكلاسيك سيرفر ثم نضغط على كرييت لنقوم
كذلك بصنع الشخصية. إذن في الكلاسيك سيرفر لدينا واو، هناك تغيير. واو، هذا شيء رائع وجميل. هناك تغيير في الكلاسات، يعني في اللباس. انظر إلى هذا، هناك لباس قديم، هذا للهيومن، هذا تخصص البشر. ثم لدينا واو واو، هذا رائع. يعني الكلاسيك، السيرفر الكلاسيكي هو أروع من السيرفر العادي. هناك إضافات جديدة، انظر إلى هذا، هذا الكامل، تخصص الكامل. لدينا هذه فتاة، ثم لدينا هذا رجل، ثم لدينا هنا الواريور، لدينا هنا بعض الإضافات الجديدة كهذين العينين، ثم هذه أشياء، بعض التسريحات، الشعر نفسها على ما أعتقد، ثم هذه الألوان. ثم نتجه إلى الهيومن، الهيومن أيضا. واو واو، هذا الرجل رجل ولكن في لباس رائع وجميل. هناك ربما تسريحات جديدة، لا نفس تسريحات. ثم لدينا الألف، الألف هذا جميل جميل، لباس جديد يبدو لي جديدا، أم أنه قديم لست أدري صراحة. الويزارد، هذا الساحر، ثم هذا الواريور كذلك، ثم لدينا الدارك ألف، الدارك ألف. واو، في ال... واو واو، دارك ألف في الكلاسيك سيرفر أروع من السيرفرات الأخرى. اللايف سيرفر هي في منتهى السوء. واو، انظر إلى هذا، شيء جميل جدا. ثم لدينا الأورك، لدينا الأورك هنا، إذن هذه أنت الأورك، درجة الأورك. ثم لدينا هنا الساحر، هذا هو الساحر الأورك، محارب الأورك. ثم لدينا هنا بعض الأوجه، نعم إنها نفسها. ثم لدينا هنا الدورف أو الأقزام، جميل جميل، القزم جميل، هذه أشياء كلها هنا جميلة. نعم، هناك كلاس، الكلاس الكلاس الذي لا يوجد هنا هو الإيتريا، التي توجد فيه الفتيات الصغيرات، لا يوجد في إضافات السيرفر الكلاسيك هذا. إذا سوف أختار، إذا أختار 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 ذا بشري، ثم لدي إذا زيد إذا في هذا السيرفر الكلاسيكي سوف أختار تخصص البشر، وذلك سوف أضعه على المحارب. إذا سوف نشاهد الكلاس بات، لدي الكلاس بات الخاصة بالكلاس الكلاسيك سيرفر، تبديلي عادية. إذا سوف أختار هنا، هذه تسريحة جديدة على ما أعتقد. كيف حالكم أعزائي؟ لم أراكم منذ وقت طويل، منذ زمن المحاربين، لم أراكم منذ وقت طويل جدا. سوف أتركه بهذا الشكل، سوف أضع له اسم، أضعه له ياسين، ثم أضغط على ويت، ثم سوف أضغط على أوكي. قمنا الآن بصناعة شخصيتنا، ثم سوف نضغط على ستارت، وبعدها لهما تقوم بالكود، بصناعة كود خاص بك للدخول. أوكي، كود خاص بك، وتقوم بإعادته 3 مرات قبل أن تدخل، فتضغط على طبعا هذا الكود يجب عليك أن تتذكره جيدا، إنه مثل كلمة السر للحساب. إذا فقدت هذه يعني هذا الكود، إذا فقدته فلن تستطيع أن تدخل وتلعب إلا بعد أن تتواصل مع فريق الدعم. دعنا ندخل. First, I will explain the basic operation of the game. Wow. To listen to the instructions about this particular topic, click the link in the upper right-hand corner of the screen. هذا رائع. هذا هنا.
يعطينا التدريبات. نعم سيكون علي قتل شيء ما هنا. إنها نفس البداية التي تذكرناها في يعني في زمن المحارب في زمن المحاربين. إنها نفس البداية. سأتكلم إلى هذا. الغدو هنا والغدو هنا. إذن وأخيرا هذا السيرفر نقرأ كليفل السريع صديقي. إذن هذا الشخص أعطانا مهمة. سأفتح الحقيبة صغيرة إذا كان لدي سيف هنا. نعم لدي سيف. ثم سأشغل الصوشوت. لماذا سأقتل؟ يبدو أنني سأقتل هذا الكلب. جيد. هذا رائع. علي اصطياد. علي قتل 20 من هذا الشيء. جيد. واو شيء جميل جدا. هيا بنا لنقوم ب قتلت واحدا اخر. هيا بنا فوريكم اياك والعواء في وجهي مرة اخرى. خذ هذه. هيا بنا. وصلنا الليفل 3. شيء مفرح. تعال ايها الذئب اللعين. اذا لا تنسى ان هناك شيء اذا كنت تريد ان يقاتل بشكل تلقائي انظر اليه. انه يقاتل وحده وبشكل تلقائي. جيد. انظر. الان اوقفت. ماذا يعني ما نفع هذه الخانة تضع فيها. هنا تقوم باستخدام البوشنز بشكل اوتوماتيكي يعني الاشياء المساعدة كالدماء او الاش بي تساعدك تضعها هنا كي تقوم بتشغيل يعني اذا كنت تريد ان تعبئ لك تلقائيا تضغط على هذه. الان تقوم بالتعبئة تلقائيا. نجرب الان مثلا بقتال مع هذا الشخص. الشخص الحيواني. فيا انظر الى يعني تقوم بتعبئة الدماء. لدينا نعم حتى الليفل 85 هو اخر الليفل في هذا السيرفر. 85 هو الليفل الاخير. تمنيت ان يكون الليفل اكبر من 85. يعني لماذا السيرفر الذي فيه الليفل الاعلى وضعوا فيه الليفل السريع. يا للسخافة ويا للتفاهة. انا لا اعرف ماذا حدث لشركة انسي سوفت حتى قامت بتحويل لعبة لين ايج الى لعبة تشبه البريفت سيرفر. يمكنك ان تصل الى الليفل 100 في 10 دقائق فقط. هذا لا يصدق. إذا انهيت هذه المرحلة وعلي الاتجاه الى اكمال استكمال المهمة. وصلت الى الليفل 15. يا الهي ما هذه السرعة. لماذا الليفل 15 بهذه السرعة. يعني ما هؤلاء الشخص ما يعني ما مشكلتهم مع التليفل.
وأما هذه الصورة، أفتح الخريطة كي أعرف أين سأتجه. ممكن أقوم بالضغط على ناقص هنا. علينا الاتجاه إلى هذا المكان، إلفن رون روينز. علي البحث عن من سيعطيني البوفات. أين هو صاحب البوفات؟ هذا لاعب حقيقي. لقد اختفى له من جنين. قدر إذن هذا لاعب حق. هناك أشخاص حقيقيين هنا. انظر انظر إلى هذا. هذا شخص حقيقي. وفي الجلد، هذا الشخص في الجلد. هناك جلدات. يقول هنا أنه علينا صيد العنكبوت. الشخص هذا الشخص هو الذي يعطي البوفات على ما أعتقد. سوف أسأله، لديك مهمة؟ قال لقد أنهيت المهمة. أين أنهيتها أيها الوغد؟ لما تكذب على نزوة تجيل البوابة كي تقوم بنقلي إلى المكان الذي رأيناه في الخريطة. هذه هي سيدة البوابة أو ما يسمونها. أها، أسألها عن البركة. إيه أعطتني البركة. سوف أقول لها. أريد أن أذهب إلى جيران. هيا بنا نذهب إلى جيران، نسافر فقط. واو، الآن أشعر بأنني في زمن المحاربين. انظر إلى هذا، والكثير من اللاعبين يبيعون في جيران. هذا شيء مبشر بالخير. واو، المزيد من اللاعبين هنا موجودون في هذا المكان. كيف حالكم؟ الجلدات موجودة بكثرة. أين الجلدات العربية؟ أين هي الآن؟ ها ها ها. يجب أن تظهر في هذا المكان. واو، الكثير من اللاعبين هنا. هذا يبدو أفضل من السبب الآخر. واو، هناك حيوانات جديدة. انظر إلى هذا، إنه يقوم بتربية شيء يشبه حصان في نفس الوقت يشبه حمار. هذا لم أراه في زمن المحاربين من قبل. واو، لديه قرن. قرن واحد. هل يوجد هذا؟ أنا لم أرى هذا من قبل. انظر، هؤلاء لاعبين حقيقيين يأتون إلى هنا أيضا. واو، انظر لهذا، العديد من اللاعبين في جلوديو أيضا يقفون في جلوديو. وهناك الكثير من اللاعبين في هذا السيرفر. يا شيء جميل جدا. واو، العديد يقف هنا. يعني أنتم ذاهبون، هناك أقزام. بالنسبة لكي تتحدث في الشات، قالك يجب أن تصل أولا إلى الليفل 24 كي تتمكن من الحديث بشكل عادي هنا. يعني يمكنك فقط التحدث بشكل خاص بالتحدث إلى الشخص، يعني بالضغط على اسم الشخص هكذا، ثم اختيار، تضغط عليه مرتين أعتقد، تضغط عليه مرة واحدة حتى يظهر اسمه هنا، ثم تقول له اهلا. اوه، 24 حتى في المحادثة الخاصة. مستر كات، كنت ابحث عنك. انه يقوم بتربية مستر كات. كنت ابحث عن من يعطيني البوف. مستر كات، اوه، انه موجود هنا يقف. ناخذ من عنده البوفات. هذا مختلف جدا، لا تستطيع انه يقومون بتربيته هنا. اذا فتحت الخريطة مثلا، ضغطت هنا، اذا فتحت الخريطة سوف اجد بان المهمة لدي في هذا المكان.
إذا ما هي المدينة أو القرية القريبة من هذا المكان؟ هي تالكن إيزلاند، الجزيرة الناطقة. إذا سوف أذهب إلى الجزيرة الناطقة، سوف أسافر إليها، سوف أضع هذه البوابة تأخذني إلى هناك. سوف أقول تليبورت أي قم بنقلي إلى تالكن إيزلاند، وهي جزيرة ناطقة. أضغط عليها مرتين، تقول هل تريد أن تنتقل؟ نعم. إذن أعطوني بعض الملحقات هنا، لم أراها، قد رأيتها للتو. أوكي، إذن بما أننا في أعلى جبل هنا، والمنظر خلاب جدا، دعنا نستكشف هنا القوائم. إذن لدينا هنا تليبورت كما قلنا. إذن فقط إذا كنت تريد أن تضغط هنا على المدن، أو يمكنك أن تضغط مباشرة على الخريطة. مثلا هناك بعض النقط كما نجد هنا، لديك هنا كل نقطة لديها اسم. مثلا إذا كانت لديك مهمة في مكان ما، يمكنك أن تسافر إليها فقط بالضغط على النقطة الموجودة قرب تلك المنطقة. إذا لدينا نافذة الكلانات، بالضغط على نافذة الكلانات. هذه هي كلانات اللعبة، لدينا حتى الباج 6 من الكلانات موجودين في هذه اللعبة، يعني في هذا السيرفر الكلاسيكي. إذا هنا قائمة ميسيون نيم، يعطونك مقابل أشياء تفعلها كل يوم، يعطونك جوائز. هنا مثلا يقول لك عليك، يعني عليك أن تصل إلى ليفل 10 تأخذ هذه الجوائز. وكذلك هنا تدخل إلى كلان أو عشيرة تأخذ هذه الجائزة، وهكذا. هنا الصيد، إنك تصطاد، قال لك تصطاد 10 وحوش أو شيء من هذا ثم تأخذ هذه الجوائز. نحن أخذنا بعض الجوائز هنا، نجدها على الحقيبة. هذه هي الجائزة التي أخذناها، وهذه الجائزة، وهذه الجائزة. نذهب الآن نكمل المهمة. إن المهمة هو أن نصطاد هذه العناكب. قتلتها بشكل سريع. واو، سريع جدا. وتضغط على هذا الزر الصغير هنا كي تأخذ كل ما يسقط من الوحوش بشكل تلقائي، يعني تلقائيا تنتقل إلى حقيبتك، ثم هذه ليقتل تلقائيا الوحوش. ثم لدينا نافذة الرانكين، هناك رانكات 84. إذا لم يصل أحد إلى 85 حتى الآن على ما أعتقد. ثم لدينا هذا الشيء تايم هانتين زون، ويعني هذا. ثم لدينا هذه القائمة، يمكنك أن تشتري أشياء خاصة، يمكنك أن تقوم بتحويل أشياء خاصة بالتجربة. أنا سأتعلم بعض المهارات هنا، أدخل سكيلز، أخرج هذه المدينة. ازددت قوة بعد تعلمت المهارات. الأنواع التي يقول لك، يعني عندما اخترت الهيفي أرمور، الأرمور يعني الدرع الثقيل، أعطاني بعض الاختيارات، قال لي بأن يعني التخصصات التي تلبس الدرع الثقيل. يا إلهي، لماذا كل مهمة بعشر ليفلات؟ يا إلهي، ما هذا؟ كلاس ترانسفور يكفي أن تضغطها هنا فقط وتختار. إذا أنا الواريور هنا، إذا كنت واريور
أنا نلاحظه. نعم، هذا هو هنا تختار الأول، بعدين تختار الأول ثم الثاني الثالث. أختار هذا. سيعطيني مهمة، سيعطيني، هل سيعطيني 20-30 بعد استكمال المهمة التالية؟ نرى ذلك. بعدها قمنا بتغيير الكلاس، سوف يعطينا ملابس، كل الملابس الجديدة، الدرع، كل الأشياء التي تحتاجها، درع كامل. واو، الدماء، كل شيء. وصلت إلى الليفل 20، الآن أعطوني هذا الدرع، يبدو جميلا، لكن بهذه الصورة. انظر، 500,000 إكسبرينس في مهمة واحدة، وهذا سيء جدا، يجب أن يكون أقل. نحن لا نريد أن نصل إلى الليفل 80 في ظرف نصف ساعة، هذا سيء. إذا مثلا يقول لنا في المهمة، إذا فتحنا المهمة، عليه الذهاب إلى الرينز أوف أغوني، موجودة هنا. إذا هذه هي نقطة نصف أغوني، نضغط عليها للسفر إليها. هناك سؤال نطرحه في نفسي، لماذا وجهي أبيض لكن ساقي سوداوتين؟ أها، أو لأنني لبست الدرع فوق السروال. انظر إلى هذه المهمة، يجب أن تقتل 300، واو، 300 وحش، يا إلهي. انظر إلى هذا، هناك العديد من اللاعبين، التقيت معهم في مكان الصيد، هناك قتلت واحدا هناك على مصور ذلك، نسيت. لقد قتلت لاعب هناك، وجدته نائما على الطريق فقتلته. إلهي، انظر، هؤلاء اللاعبين يضربون الوحوش هنا، آخرين هناك، لاعبين حقيقيين، ثم آخر هنا، ثم آخرين هنا، يا إلهي، هناك آخرين هناك، واو. المهم أعزائي، إذا هكذا هي اللعبة، فلا تنسوا الضغط على الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. إذا هذه هي لعبة زمن المحاربين الكلاسيكية في هذه اللعبة. إذا أعزائي، هذا كل ما في الأمر ما يتعلق بهذه اللعبة، فلا تنسى الضغط على الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، وشكرا لكم، ولا تنسى الضغط على الاشتراك مرة أخرى، وإلى اللقاء في موعد جديد.